السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام. إدارة الدولة أو إدارة الدولة المشروع السياسي الجديد المنبثق عن جملة المتغيرات السياسية اللي أطلت على المشهد قبل أيام من الآن، جامعا قوى الإطار التنسيقي والحزبين الكرديين الرئيسيين وتحالف العزم والسيادة وكتلة بابليون، ومن المؤمل أن يرى النور خلال مقبل الساعات إذا لم يتبقى سوى اللمسات الأخيرة وساعة الصفر قبل الإعلان الرسمي عنه، والذي سيأخذ زمام مبادرة رسم معالم المرحلة المقبلة وصولا لتشكيل الحكومة الجديدة. طبعا هذا الملف راح نتناوله بتفصيلاته وآخر مستجداته ابتداء من حصادنا ليوم غد إن شاء الله. أما في أولى ملفاتنا لهذا اليوم فبعيون دامعة وبقلوب مفجوعة يعتصرها الأسى والألم، نرفع أحر التعازي إلى المقام العالي لملاذنا الحجة المنتظر بذكرى استشهاد هادي الأمة وشفيعها، فصاحت الأرض حزنا للسماء على فقدنا خاتم الأنبياء، وبدأت أحزان آل محمد بشهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فالموت حام حول الرسول ولم يتمهل وروع قلبا إنه قلب البتول. وإحياء لهذه الفاجعة تشهد مدينة النجف الأشرف توافدا للزائرين القاصدين حرم أمير المؤمنين لتقديم العزاء بهذا المصاب وسط أجواء أمنية وخدمية مشددة على غرار ما تم في الزيارة الأربعينية. أما في ملفنا الثاني لحصاد هذه الليلة فمنذ زمن بعيد والشعائر الدينية تحارب بشتى الأساليب، مثلما كنا نشاهد في زمن نظام المقبور وقبلها، كانت زيارة الإمام الحسين عليه السلام ثمنها قطع الكف من الزائر كعقوبة أو تخويف لمنع قصد الزائرين، لكن هذه الأساليب لم تمضي مع المحبين حتى جوبهت بالحرب الناعمة ودس السم بالعسل، وصارت تبث الشائعات ومحاولة زرع الفتنة، وكذلك لم ينثني عزم الزائرين بل صار يزداد سنة بعد أخرى، وهذا ما جعل الطرف الآخر يحاربها بشتى الوسائل. فالخبراء والمهتمين يحللون هذا الانجذاب راح يرتقي بالمجتمع وثقافته، وبالتالي الوعي والإدراك يغير بعض الأفكار ويصلح حال المجتمعات بعدة جوانب، منها الاقتصادي والثقافي وحتى السياسي. إذن مشاهدين الأحبة هذه الملفات راح نتابعها في حصادنا لهذه الليلة مع ضيوفنا الكرام، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. تتواصل الجهود الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة استشهاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة النجف الأشرف تزامنا مع دخول الملايين والوصول لوقت الذروة، فالخطة وبحسب القائمين عليها مرنة واشترك في تنفيذها العديد من الجهات ذات العلاقة. مشاهدينا نفتح وياكم هذا الملف لكن بعد أن نشاهد تقرير مراسلنا علي حبيب. تزامنا مع ذكرى استشهاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تواصل الحشود المليونية التوافد صوب مدينة النجف الأشرف لاستذكار هذه الفاجعة الأليمة التي هزت الأمة الإسلامية برحيل نبيها الخاتم. هذا التوافد الغفير يجري في وقت أفصحت عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي عن خطتها الأمنية بمشاركة 5000 عنصر أمني موزعة على 5 محاور رئيسة، وبالتنسيق العالي مع بقية التشكيلات الأمنية، مستخدمة الجهود التقنية لتنفيذ هذه الخطة الواسعة والشاملة. تعزيز قطاعاتنا اللي ماسكة 157 كيلو و 250 كيلو في الخط الأمامي على الموضع الدفاعي. أضف إلى ذلك الجهد الفني الكبير للاستخبارات الأبطال والأمن والجهد عسكري ومدني، طائرات مسيرة وأجهزة تشويش وكاميرات تصل إلى 35 كيلو. نعلن عن بدء الخطة وانتشار القطعات والتزام بالأوامر وسياقات العمل، العمل المستمرة والتعاون الكبير مع القطعات في الشرطة الاتحادية وشرطة النجف.
إلى جانب هذه الخطة، أعدت العتبة العلوية المقدسة برنامجاً خدمياً للمناسبة يتضمن توفير مساحات كافية لاستراحة الزائرين، إضافة إلى المساحات المحيطة بالصحن العلوي الشريف، وتوفير السيارات لنقل الزوار إلى مناطق قريبة من الزيارة، فضلاً عن خدمات أخرى توزعت على مناطق متعددة منها ثابتة وأخرى جوالة. فهذه الخطة الخدمية تأتي بالتوافق مع الخطة الأمنية وبالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة وغرف العمليات لإنجاح هذه المناسبة التي ستبلغ ذروتها يوم غد الأحد بمشاركة زوار من مختلف المحافظات ومن خارج العراق. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين سماحة الشيخ الدكتور حيدر الشمري الباحث والأكاديمي، حياكم الله دكتور ضيفا كريما، وكذلك ينضم معي عبر الأقمار الصناعية العقيد الحقوقي مقداد الموسوي مدير إعلام وعلاقات شرطة النجف الأشرف، حياك الله سيادة العقيد ضيفا كريما. أبدأ مع حضرتك سماحة الشيخ، نتحدث اليوم عن نحن مقبلين على زيارة أمير المؤمنين لمناسبة ذكرى استشهاد الرسول الأكرم عليهما وعلى آلهما الصلاة والسلام، بالتالي زخم الزيارة الأربعين يمتد إلى نهاية صفر ولربما سيمتد إلى استشهاد العسكريين، وتبقى هذه الجدوى متواصلة. يعني العامل المؤشر خلال هذه الزيارة الأربعين أنه بلغ حد التوقعات، كيف من الممكن إدامة هذا الزخم من الآن ووصولا إلى الأعوام المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي الفاضل، تحية لضيفك الكريم، تحية لمشاهدي قناتكم الموقرة. حياكم. طبعا مما لا شك فيه أنه حينما ننظر إلى الزيارة الأربعينية أو كل الزيارات عموما نجد أن هناك زخما هائلا واضحا جدا. يعني مثلا إحنا حينما ذهبنا مثلا إلى حج بيت الله الحرام، رغم أن العدد محدود كان يعني والدولة هي تقنن الأعداد، ولكن مع ذلك تجد أن مؤسسات الدولة كلها تستنفر في مثلا في مكة المكرمة أو في المدينة وحتى في بعض المحافظات المجاورة تستنفر كل طاقاتها وإمكاناتها. ولعله أضيفك أنه في بعضها يعني مثلا في عملية التنظيف مثلا هم يستدعون شركات عالمية من بعد ذهاب الحجاج لكي تأتي فتنظف مثلا مكة المكرمة، على اعتبار أنه يعني الوافدين سوف يأتون فتتسخ الأماكن، تحتاج إلى مثلا تحتاج إلى أيدي عاملة كبيرة. ومن ثم أرد أقول يعني بالنتيجة مع هذا الحجم المحدود والمقنن، لكن بالنتيجة تجد أنه الدولة تستنفر بطاقاتها. اليوم إحنا لا يمكن أن نقول مثلا أنه الزيارة الأربعينية بهذا الحجم الهائل اللي وصل قرابة 15 مليون من داخل العراق، 6 مليون من خارج العراق، ولعله أكثر من ذلك. يعني هذا ليس بالعدد الهين وليس بالعدد اللي ممكن أن ننظر له على أنه شيء بسيط. إذا ما قارناه مع الحجاج يمكن يصل إلى في 4 أضعاف أو 5 أضعاف هذا العدد اللي في حج بيت الله الحرام. ما معناها أنه الزيارة كبيرة جدا والأعداد هائلة، خصوصا إذا كان الأعداد وافدين من خارج العراق. تدري أنت اللي من داخل العراق هو ممكن مثلا يروح يوم يومين ثلاثة ويرجع مثلا، لكن اللي جايك من بعيد وهو متعطش للزيارة هذا يعني على أقل التقادير سوف يبقى يمكن 10 أيام، إذا ما قلنا لا أنه سوف تستمر الزيارة عنده، على اعتبار أنه سوف تأتي 3 مناسبات متواليات واحدة بعد الأخرى، اللي هي أولا زيارة الأربعين، ثم من بعد ذلك في كربلاء، ثم من بعد ذلك في النجف الأشرف زيارة النبي، زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه في يوم شهادة النبي صلى الله عليه وآله، ومن ثم بعدها راح تأتي اللي عنده رغبة مثلا في البقاء راح تجي كذلك زيارة الإمام العسكري سلام الله عليه في سامراء اللي هي في ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. يعني ما معناها أنه أنت احسب من يوم 20 صفر إلى يوم 8 ربيع قرابة أكثر من 18 يوم. 18 يوم يعني تقريبا بما يقارب موسم الحج، يعني وتقريبا يعني موسم الحج تقريبا شهر كامل، فأنت إذا تحسبها 20 يوم قريب موسم الحج، ولكن ليس بأعداد قليلة، الأعداد الكثيرة. وما معناها
الله أنه سوف تكون هناك عملية زخم كبير جدا، تحتاج طبعا مؤسسات الدولة أن تستنفر طاقاتها، وتحتاج كذلك المؤسسات الخدمية أو منظمات المجتمع المدني أن تأخذ كذلك دورها الواضح. وطبعا لا يمكن أنه واحد يتغافل عن الدور اللي قامت به، يعني خدمة المواكب، أصحاب المواكب، الهيئات الحسينية، المساجد غيرها، عدا الإمكانيات الدولة التي استنفرت. وإلى الآن نجد أنه يمكن الآن كنت أشاهد بعض القنوات اللي كانت تغطي مباشرة من النجف الأشرف، فتزخم هائل وزيارة كبيرة، ومتوقع أن الأعداد لا تقل عن 5 مليون زائر. 5 مليون مو عدد قليل يعني، فشيء كلش كبير. خلينا ننتقل إلى السيد العقيد مقداد الموسوي. سيادة العقيد، نتحدث اليوم عن النجف الأشرف بعد أن استقبلت زائري أربعينية الإمام الحسين، سواء بسيطراتها ويعني طرقاتها البرية أو تحديدا في مطار النجف الأشرف والخدمات المقدمة للزائرين، معالجة الاكتظاظ لدى الزائرين. بالتالي نتحدث عن هذه التحديات واللي نجحت في أداء المهمة، وبالتالي تستعد بدون استراحة إلى الزيارة العظيمة الشأن، استشهاد الرسول الأكرم وزيارة أمير المؤمنين بهذه المناسبة. ما هي الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة للتهيئة والتحضير لهذه المناسبة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. لك كل التحايا. الله عليه وآله وسلم. بذلت الأجهزة الأمنية طيلة الفترة الماضية جهود استثنائية كبيرة جدا. طبعا الخطة الأمنية بدأت قبل شهر صفر، واقعا على الأرض قبل شهر صفر، يعني في أواخر شهر محرم بدأ تنفيذ الخطة الأمنية. الخطة الأمنية مرت على شكل 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت مرحلة العمليات الاستباقية. هذه المرحلة بموجبها تم تفتيش مناطق السكن العشوائي، تأمين الخاصرة الغربية للمحافظة، تأمين جميع مسالك وطرق الزائرين، إنهاء كامل الاستعدادات المتعلقة بالممارسات الأمنية الخاصة بالزيارة، زيارة الأربعين وزيارة وفاة الرسول الأكرم والملحقة بها، والتي إلى حد كبير جدا هي قريبة منها تماما في التنفيذ والمسالك والطرق وغيرها. المرحلة الثانية كانت مرحلة فحص وتجريب القطاعات على الأرض. بموجب هذه المرحلة تم إعداد خطة أصلية مشابهة عفوا للخطة الأصلية ومعالجة الثغرات. ثم دخلنا بالمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هي مرحلة التنفيذ المباشر. عملنا طيلة الفترة هذه على الحفاظ على عدم إرهاق القطاعات وزج القطاعات تدريجيا إلى حين الوصول إلى الذروة. كانت الزيارة، زيارة الأربعين، هي تحدي كبير جدا. اليوم أنت لغة الأرقام تكلمت عن أكثر من 20 مليون زائر. العشرين مليون زائر يحتاجون إلى أمن، يحتاجون إلى خدمات، يحتاجون إلى كل المستلزمات الخاصة بتأمين وضعهم، إضافة إلى عملية التفويج العكسي. تم إعداد كل هذه المتطلبات أمنيا وخدماتيا والانتهاء منها بموجب الخطتين، خطة الأربعين وخطة وفاة الرسول الأكرم. كل ما نمتلك من موارد، من إمكانيات، من قطاعات، وصلت من وزارة الداخلية عدة مؤتمرات، عدة مناقشات، عدة تعديلات، إضافة إلى إسناد، إضافة إلى أيضا إشراف مباشر. اليوم مثلا في النجف للمرة الثانية على التوالي وخلال أسبوع يصل السيد وزير الداخلية إلى المحافظة مع نائب العمليات المشتركة السيد معاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات، أيضا حضور لأجهزة الاستخبارات بكل قياداتها ومسمياتها. هناك إعداد كامل ورصين لهذا الموضوع،
لأنك أمام تحديات، أمام أعداد هائلة كبيرة جدا، عليك أن توفر لها الخدمة الأمنية وعليك أن توفر لها الخدمات. لا يخلو هذه الأرقام الكبيرة جدا، لا تخلو من بعض المعوقات، لكن هذا لا ينعكس على الجهود المقدمة والجوانب المشرقة الكبيرة. لو نتحدث مثلا عن موضوع الموازنة في الأمن، الأجهزة الأمنية في النجف مثلا عملت في موازنتين صعبتين. الموازنة الأولى الحفاظ على أرواح وممتلكات يعني الناس وتقديم الخدمة الأمنية، نعم، والموازنة الأخرى، نعم، هي تأمين الزيارة. فاليوم مثلا أنت أمام تحديات بعض العصابات يعني في الإجرامية، في حالتين سيادة العقيد، بعض سواء في الأربعين أو حتى زيارة استشهاد الرسول الأعظم، الاعتداء على ممتلكات الناس أثناء خروجهم، هذا يحتاج إلى خطة وإلى أعداد وإلى مراقبة وإلى تفاصيل. ناهيك عن من يحاول من جانب آخر الدخول في صفوف الزوار والاعتداء أيضا من ناحية الجريمة وغيرها، طيب، هذا أيضا يحتاج إلى عمل. والتحدي الثالث والمهم والأهم هو تأمين سلامتهم بالكامل وإدامة العملية التنظيمية. اليوم الخطة الأمنية ليست فقط أمنية، أيضا خطة تنظيمية ترافق الخطة الأمنية، ترافقها أيضا خطة خدمات. اليوم الأجهزة الأمنية عملت في الجانب الأمني وعملت في الجانب الخدماتي أيضا، طيب، يعني إسناد وزارة الدفاع وقيادة قوات الشرطة الاتحادية والأجهزة الاختصاصية وغيرها، كل هذه الأجهزة ساهمت في موضوع التفويج العكسي وفي موضوع تقديم الخدمات للزائرين وفي موضوع توفير مستلزمات أخرى للزائرين. بالتالي كانت هي حلقة متكاملة، صورة متكاملة، اجتماعات متواصلة ودراسة وتنظيم متواصل لإدامة نجاح هذا الموضوع. طيب، مثلا مطار النجف الأشرف، اسمح لي سيادة العقيد خلي قاطعك ونأتي إلى هذه التفاصيل الدقيقة، عدد الرحلات تجاوز 1310 رحلة، ناهيك عن المنافذ البرية، طيب، ناهيك عن الزائرين من محافظات أخرى. أيضا النجف كانت أكبر محطة ترانزيت عبور باتجاه كربلاء المقدسة، من خلال أغلب الزائرين يأتون للتشرف بزيارة مرقد الإمام علي ثم التوجه إلى كربلاء، وأيضا الكثير منهم يعني القادمين من بلدان العالم، طيب، يدخلون عبر مطار النجف ويقومون بمراسيم الزيارة. طيب، يعني كل هذه الأعداد الكبيرة والهائلة سيادة العقيد خلي أقاطعك وأذهب إلى الدكتور حيدر، التي لا يستطيع مثلا أن يأتي سيرا على الأقدام من محافظته يأتي إلى النجف. كل هذه الموازنة كانت تحت أنظار وإشراف القوات الأمنية. طيب دكتور حيدر، يوم نتحدث عن وضع سياسي هش حكومة تصريف أعمال، صار أن قرابة السنة أنه ما عندنا حكومة، بالتالي الخطط وإن كان وزير الدفاع متواجد، الحشد الشعبي ماسك بالأرض، أطوال المسافات طويلة وكبيرة جدا، ولكن نتحدث عن نجاحات غير متوقعة، والدليل أنه انعكست نجاح الزيارة من خلال هذه الأعداد الكبيرة اللي تحدث عنها السيد مقداد الموسوي. بالتالي يعني الخدمات المقدمة من قبل المواكب الحسينية، منظمات المجتمع المدني، شخصيات معنوية، شخصيات بشخصيتها، رجال الدين، المثقفين، الأكاديميين، بل حتى الإعلام، كيف عكس هذه الصورة كرسالة دولية وبالتالي استطاع أن يستقطب كل هذه الأعداد سواء من الداخل أو من الخارج؟ طبعا واحدة من المؤشرات المهمة في أنه هناك وضع مستقر في البلد هو أنه حينما تجد أنه الوافدين أكثر من مما كان عليه في السابق، نعم، تعرف أنت هذا الذي يعيش في الخارج هو هذا، يعني الوضع عنده كان مربك، يعني حينما ينظر مثلا في الأخبار، ينظر مثلا من خلال الاتصالات الشخصية مثلا، فكان كانوا يعتبرون الوضع في العراق الوضع متأزم جدا خصوصا في الجانب الأمني. يعني فلما تجد الآن هذا التحول في وفود هاي الأعداد الهائلة اللي تقدر مثلا بخمسة أو ستة مليون، يعني ما معناها أن هناك مؤشرات لدى الخارج على أن الوضع في العراق الآن أصبح أفضل مما كان عليه في السابق، وإلا الناس كيف تأتي مع وهي تظن أن الوضع يعني خطر أو الوضع غير تمام، ببعض المشاكل، خدمات غير متوفرة، جانب الأمن بإرباكات. يعني أرد أقول أنه هذه الأعداد الهائلة ما
هي إلا مؤشرات على أن الوضع العام في البلد بدأ يعني أكو هناك تحسن، وأكو هناك مؤشرات في الخارج تدلل على أنه للناس على أن الوضع الآن أصبح مما أفضل مما كان عليه في السابق، مما دعا هؤلاء إلى أن يأتون بهذه الأعداد الهائلة. ولعله بعضهم لم يأتي هو فقط، يعني هو بعضهم أتى مثلا بعوائلهم أولادهم أطفالهم. يعني ما معناها أريد أقول بأنه هناك على الرغم من أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، على الرغم من الوضع المربك السياسي، يا أخي أنا قبل ساعة يمكن أو ساعتين كنت في فاتحة لأحد العلماء، وتقريبا العام هو كانت الفاتحة مالته قبل 15 يوم من الانتخابات، فهذا ذكرني الموقف انه اليوم هذا اليوم هو دورة السنة مال هذا الشخص. يعني نحن الان تقريبا صار الانتخابات مضى عليها سنة الا 15 يوم تقريبا، يعني مع هذا الظرف اقول سنة الا 15 يوم وحكومة لم تتشكل، يعني معناها هناك ارباك سياسي واضح لا يمكن أنه نتغافل عنه. الإرباك السياسي يجر إلى إرباك اجتماعي، يجر إلى إرباك اقتصادي. اليوم أنت عندك موازنة إلى الآن لم تقر. اليوم كم من المسائل العالقة إلى الآن حينما تروح مثلا إلى أي دائرة يقول لك والله لأنه الموازنة لم تقر، وبالنتيجة هذه الأمور متعلقة على الموازنة. يعني ما معناه هناك أكو إرباك اقتصادي كذلك، لأن هذا يأثر على حركة الناس. يعني بالنتيجة طبعا لا، التأثير السياسي والتأثير الاقتصادي كذلك راح يأثر على الحركة الاجتماعية للناس، لأنه أكيد بالنتيجة هذه الترددات. يعني ما معناها رغم كل هذه الظروف ولكن نقول أن هناك فد عملية، يعني صارت عملية الزيارة بهذه الانسيابية التي يعني لعله أقول من المستغرب جدا في هذا الوضع المربك. ولكن طبعا احنا هذا اذا يعني اذا تصورنا القضية تتعلق في الجانب المادي فقط، طبعا احنا نحن نؤمن بان هناك اكل الجانب الغيبي وهو الذي يسير هذه العملية. نعتقد بان الله سبحانه وتعالى يد الغيب هي التي ترعى هذا، وإلا ما معنى أنه أنت بحسابات دقيقة بحسابات بسيطة جدا، أنت اليوم عندك 20 مليون زائر، كل زائر إذا يبقى 5 أيام يعني كمعدل كذا أريد نقول 5 أيام معناها 100 ألف، 100 مليون يحتاج إلى يعني 100 مليون راح يبقوا 100 مليون، 100 مليون هذا راح يبقون زين، 100 مليون في 3 وجبات باليوم على اعتبار كل واحد إذا أريد نقول 3 وجبات راح يأكل، يعني يحتاج إلى 300 مليون وجبة طعام على أقل التقادير. إن قلنا 20 مليون على 5 أيام ما راح نقول دول اللي راح يبقون 15 يوم. زين أسألك بالله 300 وجبة طعام وفرت في هذه الأيام من 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 خلال الدعم اللي يعني منظمات المجتمع المدني اللي هم المواكب والهيئات والمؤسسات. نعم أقول أنه لا أنا لا أنسى أن الدولة كانت حاضرة في بعض الأحيان في الجانب الأمني، في الجانب الخدمات، في وزارة المواصلات، في غيرها. نعم أكو هناك مثل ما جناب العقيد مثلا ذكر بأن هناك أكو كانت الجيش مثلا أدى دور عدد الدور الأمني الدور الخدماتي، نعم وهذا كان واضح، لكن مع ذلك هذه المؤسسات وهذه الهيئات قامت بدور فاعل جدا وجزاهم الله خير جزاء ويؤجرون على هذا العمل اللي أعطى صورة عن الشعب العراقي اللي أصبح الناس يتحدث، وتجد أنه قيادات وزعامات عالمية اليوم تتحدث عن الشعب العراقي وكرم الشعب العراقي وهذه الأخلاق العالية. هي ليست فقط مجرد طعام واحد يقدم طعام، هي معناها أكو هناك حالة نفسية من أخلاق، من كرم، من منظومة اجتماعية، من منظومة قيمية. طبعا أنا أريد أن أقول بأن العراق يمتاز بالمنظومة القيمية الدينية العشائرية التي لا يمكن أن ننساها ولا يمكن أن نتغافل عنها. القوة العشائرية حاضرة بكل تفاصيلها بكل قواها، والقوة الدينية حاضرة بكل قواها، وشاهد على ذلك وشاهدي على ذلك هو هذا هاي حركة المؤسسة الدينية وحركة المؤسسة الاجتماعية، واللي أعطت هذا القوة للزيارة والدافع للناس باتجاه الزيارة. طيب سيادة العقيد، يعني الحفاظ على هذه الإنجازات صارت عندنا نقطة مشخصة أنه بعض الإشكالات حدثت في التفويج العكسي في زيارة الأربعين، بالتالي هل تم وضع خطة لزيارة النجف الأشرف
خصوصا فيما يتعلق بالتفويج العكسي، وعندنا زائرين باقين من الزيارة الأربعينية، ولربما هم بحاجة إلى المغادرة سواء عن طريق المطارات أو على المنافذ البرية. نعم، بداية خلينا أعقب على كلام ضيفك الكريم ودور المواطن وأهمية هذا الدور. نعم، خلي أكون صادق، المواطن لعب دور أساسي وكبير جدا في عملية الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة. وأعتقد ومتأكدا أن المواطن كان هو رجل الأمن الأول عدد بهذا الحجم، ورجل الخدمات الأول أيضا عدد بهذا الحجم الهائل جدا. العبء الأكبر والدور الأكبر هو كان للمواطن، كان أداء المواطن رائع. اليوم النجف مثلا كان فيها أكثر من 17,000 موكب يقدم الخدمة، كل منازل المحافظة ومواطنينها تحولت كل بيوتهم تقريبا إلى دور ضيافة. لا يمكن لأي جهاز خدمي وأمني أن يحقق ميزة ما لم يكن هناك تعاون من المواطن، بالتالي كل الإنجازات الجزء الأكبر منها يحسب لتعاون المواطن ويحسب لما قدمه المواطن، كان رائع جدا. موضوع التفويج العكسي أشارت إلى إشكالات حتى أيضا تكون الصورة واضحة، هو ليس الإشكالات في عملية التفويج العكسي لكن الأعداد تفوق الإمكانيات الموجودة. الأعداد الأرقام كانت أرقام كبيرة جدا، العتبة العباسية تحدثت عن ما يقارب 22 مليون. أنت أن تجلي 22 مليون في عملية نقل الموضوع، يعني أؤيد ضيفك الكريم أن هناك رعاية إلهية ويعني دور إلهي كبير في الموضوع، أن تضيف 22 مليون زائر وتؤمنهم وتؤمن خدماتهم وتنقلهم ويعودون إلى ديارهم. يعني هناك يدا إلهية تعين في هذا الموضوع وتساعد، لكن ما نتكلم به واقعا بذلت الأجهزة الأمنية والخدمية والمؤسسات دور هائل وكبير في عملية التفويج العكسي. لم تبقى عجلة نستطيع أن نرسلها ما أرسلناها، كل عجلات مؤسسات الدولة، كل عجلات سرايا التموين والنقل، كل عجلات تابعة للشرطة الاتحادية، كل العجلات التابعة للجيش العراقي، كل العجلات التابعة لوزارة النقل، كل العجلات التابعة للمؤسسات، يعني عشرات الآلاف العجلات تم إرسالها، لكن الأعداد تفوق الإمكانات الموجودة. مع ذلك في هذه الزيارة راح يتم السيطرة على التفويج العكسي بحجم الأعداد اللي وصلت. الخطة خطة النقل كانت أفضل من الأعوام السابقة، لم نشهد مثلا زائرين يأتون من كربلاء أو وصولا إلى ما يقارب النجف ليحصلوا على نقل. هذا العام لم تحصل هذه الحالة إلا بشكل محدود من أماكن قريبة من كربلاء. نعم، يعني أنا أستغرب كمية يعني حجم الأعداد التي دخلت إلى كربلاء، كيف تمكنت كربلاء مثلا في تحمل هذه الأعداد؟ نعم، وكيف تم نقلها؟ الموضوع يعني موضوع كبير جدا بالتأكيد. تحدث أيضا عن خطة وفاة الرسول وما تم إعداده إلى حد، نعم إلى حد كبير جدا خطة النقل تم التهيئة لها، ويعني بذلنا جهود واجتماعات خاصة وهيئنا لهذا الموضوع قبل أن نهيئ للخطة الأمنية، لأن جلاء الزائرين أيضا هذا التحدي أكبر. يعني نهايات الخطة أو يسموها النهايات السائبة في المصطلح العسكري، هذه دائما تشهد تحديات وقد تكون يعني عامل خطر، بالتالي عملية جلاء الزائرين مهمة جدا، أعددنا إعداد كبير لها، لكن هل سيشهد بعض التأخير؟ قد يكون بعض التأخير، لأن أنت اليوم أمام ملايين، لكن سرعان ما يتم معالجة هذا التأخير ويعني الانتهاء منه والقيام بعملية النقل. وإحنا بدورنا نبقى نتابع تفاصيل زيارة أمير المؤمنين في ذكرى استشهاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم في مقبل الأيام، إلى حين انتهاء الزيارة على خير وإعلان نجاح الخطط كافة. أشكرك شكرا جزيلا السيد العقيد الحقوقي مقداد الموسى ومدير إعلام وعلاقات شرطة النجف الأشرف، انضممت معي عبر الأقمار الاصطناعية، وتتفضل بقى معي سماحة الشيخ لنتابع في الملف الآخر بعد الفاصل. مشاهدي الأحبة من جديد حياكم الله.
تجمع تاريخي كبير شهدته كربلاء المقدسة في العشرين من صفر وما حققته من إنجاز عظيم، فيرى المتابعون أن هذه المناسبة وبهذا الكم الكبير وتحمله من وما تحمله أو يحمله من وعي وتنظيم، لذلك حوربت مثل هكذا مناسبات. يقول المؤرخون أن زيارة كربلاء كانت وما زالت تواجه بالحقد الدفين والكراهية الشديدة من قبل الأعداء، إذ تجسد ذلك بسلوكيات مرفوضة عن الإنسانية كالإرهاب، تفجيرات، الحرب النفسية التي يتعامل بها الإرهابيون أو أعداء الزيارة مع الزائرين وكثير من الأمور الأخرى. نفتح وياكم هذا الملف مشاهدي الأحبة، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. ولاء يتجدد في كل عام، زيارة الأربعين صارت معولاً يهدم كل المؤامرات التي أرادت وخططت للإطاحة بهذه المناسبة العظيمة، لما كان من الزائرين تمسكاً بهذا النهج الثوري الرافض للإذلال، فهؤلاء الوافدون يمضون ولا يعبؤون لظروف مناخية أو صحية، فأجواء اللهب الصيفي ووباء كورونا العالمي لم يكن مانعاً لهم، وهذا ما غاض المتصيدين لعرقلة هذه المسيرة. وما شهد خلال هذه الأيام من مواجهة أذناب البعث الصدامي الذين تصدوا لهم أبناء الحشد الشعبي لتأمين طرق السائرين، ما هو إلا غيظ من فيض حقد المتربصين لهذه المسيرة، حيث توجهت لها الأنظار والبصائر وسخرت لأجلها الكثير من الدراسات العلمية والمؤتمرات التي تصلح حال البلد وترتقي بالمستوى الثقافي الشخصي للأفراد، وهذا لا ينسجم مع طموح الهادمين للبلد وأمثالهم من اللاهثين وراء التطبيع والتجرد من القيم. فالعهد مع الشعائر يعني الدفاع عن المبادئ والإنسانية وتجاوز الاختلافات الطبقية والقومية، حتى جعلوا من هذه المسيرة عنوانا للوحدة والتآلف والبذل بالأغلى والأنفس، إذ حاول الأعداء وضع العصا في عجلة المسيرة بغية إيقافها لكن دون جدوى. وتتراود الأسئلة في أذهان المهتمين، لماذا العداوة كامنة في نفوس الآخرين لمنع انتشار الثقافة والمبادئ القيمة؟ نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد مشاهدي الأحبة، وجدت ترحابي بكم وبضيفي الكريم سماحة الشيخ الدكتور حيدر الشمري الباحث الأكاديمي، حياك الله سماحة الشيخ. نتحدث عن بعض المحطات، يعني في حربنا مع داعش كان لأبناء مدرسة الحسين عليه السلام الأثر الكبير والدور المهم في تحرير العراق، وكانوا لا يستطيعون الوصول إلى أداء زيارة الأربعين، وحتى فتوى أو توجيه من المرجعية أنه مرابطتكم على السواتر هي بمثابة الزيارة الأربعينية. في جائحة كورونا أول من التزم بهذه التعليمات والحظر الصحي هي العتبات المقدسة و أوقفت نشاطات الزائرين، بالتالي كل ما يقدم في سبيل الله ويقدم للحسين وزوار الحسين ربما قد كان أحد أسرار نجاح هذه الزيارة الأخيرة، بالامتثال لنداء العقل ونداء المنطق، وبالتالي يتحقق نجاح واليوم نعيش هذا الزهو من 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 هذا النجاح الكبير في الزيارة الأربعين. كيف تنظر إلى هذه المحطات؟ طبعا القيم الدينية كما قلت سابقا أنه واضحة، هي قيم أصيلة وراسخة في المجتمع العراقي بلا شك. لذلك تلاحظ أنه دائما الذي يدير دفة الأحداث والذي يوجه الناس اجتماعيا وسياسيا وكل في كل مجالات الحياة تجد أن المؤسسة الدينية هي حاضرة بكل تفاصيلها، سواء كانت سابقة قد نحن لا نرى إلا ما إحنا عشناه في هذه الأيام، لعله فيما رأينا مثلا في فتوى الدفاع الكفائي التي صدرت من النجف الأشراف، مثلا ما رأينا في فتاوى التي صدرت من المرجعية مثلا في أيام جائحة كورونا وانتشارها، وأغلقت المساجد وأغلقت مثلا حركة العتبات بهذا الشكل، وهذا التقيد والالتزام بالجوانب الصحية. تجد أنه أنا طبعا ألاحظ في المسألة وخليني أوقف عندها، يعني ذكرت حضرتك بأنه الكل كان مثلا في حاضر مثلا في المؤسسة الدينية في العتبات في غيرها كان ملتزما مثلا في قضية جائحة كورونا،
في المقابل نجد أنه الآخرون كانوا يهددون أنتم هذه الزيارة سوف ينتشر الوباء والفيروس، وهذه الزيارة سوف تكون سببا للأمراض، سببا لانتشار الفيروس، سوف نشهد كارثة في العراق بعد زيارة عاشوراء، بعد زيارة الأربعين، بعد كذا. تذكر هذه اللي كنا نسمعها باستمرار، ولكن في الواقع أنه لا شفنا. الجائحة كانت زيارة موسى بن جعفر عليه السلام، كانت في زيارة الإمام، كان هناك أكو حملة واضحة جدا أنه سوف ينتشر الفيروس وسوف لن نستطيع أن نوقف الفيروس، وأنتوا سبب المشكلة، وأنتوا سبب قتل الناس، وأنتوا راح تأذون الناس، وأنتوا راح تموتون الناس. وراحت الناس إلى الزيارة، وذهبت الناس مشيا، واختلطت الناس، ورجعت الناس، والنسب لم تتزايد بحسب المؤشرات الرسمية إلا قليلا، وهذا شيء مسألة طبيعية. لكن في المقابل مثلا لما إجا العيد مثلا وشفنا مثلا المنتزهات واللي المناطق السياحية، وشفنا المدن المائية، وشفنا الغيرها، بحيث بشكل مرعب جدا. لما تلاحظ مثلا حركة المولات ما إلك، بتعبيرنا الدارج، ما إلك محط رجل بيها، ما شفنا واحد يقول يابا هاي مو هذا سبب انتشار الفيروس، هذا يابا ترى هذا راح يسبب لنا هذا أمراض، هذا راح يسبب لنا مشكلة. أقول بما معناه أن هناك فد حملة واضحة ضد عملية انتشار المنظومة القيمية وزهو القيم الدينية في المجتمع العراقي، وكأنه هناك محاربة واضحة، على الرغم من أن المؤسسة الدينية كانت حاضرة دائما وفاعلة في خدمة المجتمع. أسألك بالله، حتى في أيام الأحداث في أيام تشرين، ألم تكن العتبات المقدسة هي توزع الطعام في المناطق اللي كانت فيها المظاهرات؟ يا أخي ليش إحنا وكأنه نريد يعني كأنه قوة نحاول أنه نجعل المؤسسة الدينية في الجانب السلبي، مع أنه قاعد تحاول قدر الإمكان تقدم الخدمات وتعطي صورة واضحة وتدعو إلى أنه مساندة مثل هكذا مسألة فيها مصلحة المجتمع؟ على الرغم من هذا نلاحظ أن هناك فد جانب سلبي باتجاهه، وهذا مع الأسف يعني ينتشر بشكل هذا. وهذا اللي راح يخلينا نتفحص دكتور، أنه يعني من الذي يقف وراء هكذا تصرفات؟ أنه نلاحظ أنه بعض الزائرين جميعهم عندما يلتزم بخطاب العقل والمنطق والعاطفة ويعني يتمسك بهذه التعليمات من جهة، وبين من يريد أن يفرض عليه عدم الذهاب إلى الزيارة وتقنين هذه الزيارة ووضع الحواجز، والتاريخ يسرد لنا أحداث طويلة وكبيرة عبر العصور ووصلت إلى حد هذه اللحظة، كيف نجد الفوارق بين المنع والامتناع؟ يعني بصراحة قد ما تقرأ في التاريخ أن هناك كانت حملات لمنع زيارة الإمام الحسين عليه السلام، يعني إحنا حينما نقرأ مثلا في التاريخ أن هناك في بعض الفترات أخفي قبر الحسين سلام الله عليه، في بعض الفترات أجري الماء في أيام الدولة العباسية، أجري الماء على قبر الحسين عليه السلام، حرث قبر الحسين، زرع قبر الحسين، وكأنه كفت مشكلة ويا الحسين عليه السلام حيا وميتا. الإمام الحسين عليه السلام في يوم من الأيام تدوسه جياد بني أمية ويؤمر بقتل الحسين وقطع رأسه وقتل أولاده وقتل كل ما كان قريبا من الحسين. والآن كذلك ما بعد مقتل الحسين كذلك نشاهد على مدى التاريخ أن هناك حربا للحسين عليه السلام، وكأنه القضية لا تتعلق، أقولها بصراحة، بشخص الحسين عليه السلام، وكأنها تتعلق بالمنظومة التي ينتمي لها الحسين سلام الله عليه، والتي أراد أن يزرعها الحسين سلام الله عليه، وهي مقارعة الظالمين، مقارعة من يريد أن يذل الناس من هؤلاء المتجبرين. من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ولم يغير عليه، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. كأنما هذا المنطلق الذي كان والذي خرج من لسان الحسين سلام الله عليه والذي ظل مدويا هو الذي كان وراء كل هاي الصيحات على مدى التاريخ، والتي تنادي يا لثارات الحسين سلام الله عليه. اسمح لي أن أرحب بدكتور علي نقر، مدير عام مركز نهج الإعلام لصناعة المحتوى، ينضم معي عبر سكايب من بيروت. حياك الله سيد نقر. نتحدث عن هذه المضامين الحسينية التي نستقيها يوما بعد يوم من الزيارة الأربعينية، هذا النهر الثالث الذي فاق نهري دجلة والفرات، لو لم يكن
قبلة الأحرار في العراق وكان في مكان آخر، هل سنشهد هكذا نهرا بشريا يسعى للحسين؟ السلام عليكم وأسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعز لنا صاحب عصر وزمان شهادة الأكرم وشهادة الإمام الحسن المجتبى والإمام الرضا وكذلك بالأربعينية المقدسة، طالبين من المولى عز وجل العجل العجل لمولانا صاحب العصر والزمان. وفي الإجابة على سؤالك الكريم أستاذي، أينما وجد الحسين أو أينما وجد الفكر الحسيني والنهج الحسيني والروح الحسينية والقيم الحسينية وجد هذا النهر البشري. لو لم يكن في العراق لكان في لبنان أو لكان في أي بقعة تبركت بزوار أبي عبد الله. مثل ما قال الدكتور من شوي، أنا أؤيد الفكرة، محاربة الأمور التي تتعلق بالأمور الحسينية ليس فقط لأنها ترتبط مباشرة بالإمام الحسين، بل ترتبط مباشرة بالدين المحمدي الأصيل. فهم يريدون الجميع، دول الاستكبار وجميع من يحارب الإسلام يريد أن لا يرفع كلمة الإسلام وأن لا يبقى للإسلام باقية. ظلوا بقتلهم للحسين عليه السلام خامس أصحاب الكساء أنهم قتلوا الإسلام، فإذ بهم واحدين. وبالعكس قام الإسلام من جديد بدم أبي عبد الله الحسين. طيب. أستاذ علي، نتحدث عن صناعة المحتوى هسه فيما ينقل الرسائل الحسينية، هذا شيء، ولكن فيما نشر مضادا لهذا الفكر والمسير الحسيني هنالك الكثير من الميديا أو السوشيال ميديا تداولت بعض الأفكار والهاشتاغات التي تحرض ومحاولة زعزعة الثقة بين الزائر وبين العقيدة وبين الذهاب إلى كربلاء المقدسة. ترى ما سر هذا العداء وهذه الحرب النفسية والإعلامية؟ الجواب بكل بساطة على هذا السؤال بكلمة قيلت منذ 1400 سنة، أو كان علي يصلي. قمة الكلام المضلل، هذا المحتوى المضلل، هذا المحتوى الأسود إذا صح التعبير، التي تفبركه وتسهر عليه الأيادي السوداء من المخابرات من كل دول العالم، خاصة لقتل ما تبقى من روح وثورة وأبعاد وقيم أو المنظومة القيم الحسينية في أيامنا هذه. هم رأوا وأيقنوا بأم العين وباليقين القطعي أن ما يحيي الإنسان الشيعي أو الإنسان الموالي هي أيام عاشوراء. نحن لا نحيي أيام الحسين، ما الحسين يحيينا كل عام. ننطفئ ب 365 يوم ليعيد دم الحسين إحياءنا، علنا نصل بقلوب الوالهة إلى مولانا صاحب العصر والزمان. فيما يتعلق بالسؤال، صناعة المحتوى المضاد أو الحرب الناعمة فيما نسميها، هي لعبة الاستخبارات في هذه الأيام، ومجرد الإضاءة على الأشياء السلبية يجب على المتلقي أن يسأل نفسه سؤال: أنا المادة التي بين يدي هل هي وحدوية أم فتنوية؟ تدعو إلى الحق أم تدعو إلى الحق بلسان باطل؟ ماذا يراد من هذا الفيديو أو من هذا المنشور الذي وصل إلي؟ هل يوصلني إلى مولاي صاحب الزمان؟ هل يدعو لي إلى الوحدة بشكل عام بين كل الأطياف؟ لأن الحسين هو قضية إنسانية جامعة لكل البشر، لا يمكن بقضية الحسين أن تكون هناك فتنة. فهنا السؤال على المتلقي أن يكون واعي، ماذا يصل إلى هاتف الجوال بين يدي؟ أي محتوى يدعوني إلى ماذا؟ إلى التنبه لزيارة الأربعين بالقليل من الحرص، مع القليل من التصرفات العقلية، إذا عم نحكي عن جائحة كورونا، بوضع الكمامة، بوضع أدوات المعقمات يمكن السير. السؤال هون أنا شو عم يوصل، ماذا يصل إلى جهازي ومن خلف هذا الجهاز؟ هل هم الضباب الإلكتروني الممول أو الإعلام الأسود أصحاب الأيادي السوداء من المخابرات التي تلوث على مدار السنوات فكرة أصلا زيارة الأربعين؟ لأن هذا الحشد المليوني يرعب اليهود، يرعب الاستكبار بشكل عام، لأنه يذكرهم بما سيحدث قريبا إن شاء الله عند ظهور مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم أجل فاجر.
دكتور حيدر، نتحدث اليوم عن هذه المضامين، يعني في الكلمة التي طلب من الحسين أن يبايع وضع خطين، يقول أنه مثلي لا يبايع مثله. لم تكن المسألة الحسين ويزيد، بل كانت خط الحسين وخط يزيد. بالتالي اليوم كل هذه الإرهاصات، الحرب الشعواء التي تشن على محبي وأتباع الحسين عليه السلام رغم رسالته الإنسانية، نشوف أنه قلوب العاشقين من كل المذاهب والأديان والها للزيارة، وبالمقابل هنالك إعلاما مضاد يعني تشويها لهذه العقيدة. ترى إلى أي مدى سيستمر هذا العداء؟ ومع تطور الأدوات، نتحدث عن إسلام أموي وإسلام عباسي، وأيضا وصلنا إلى الإسلام الأمريكي في هذه الأيام. يعني بصراحة الزيارة الأربعينية وغيرها من الزيارات أعطت هوية واضحة مشخصة للمجموع على أن هوية الشعب العراقي هي هوية دينية ولا يمكن أن يتخلى عنها. نعم. وإلا ما معنى أن تجد هذا العدد الهائل أن يذهب للزيارة؟ شنو الدافع من عنده؟ هو الدافع ديني بلا شك، يعني لأنه قضية الارتباط بالإمام الحسين سلام الله عليه هو ليس ارتباطا قوميا، وليس ارتباطا يعني طائفيا، وليس ارتباطا مذهبيا، إنما ارتباطا دينيا يتعلق بالمنظومة الإسلامية ويتعلق بالدين المحمدي الأصيل. وبالنتيجة فهذه الرسالة الواضحة التي يعطيها زوار الإمام الحسين سلام الله عليه هي التي ترعب الآخرين، والتي أولا من جانب هي ترعبهم، ولذلك يحاولون أن يقللون من قيمتها. ولذلك تلاحظ مثلا في بعض السوشيال ميديا مثلا ظهرت واحد يقول بأنه أكو بعض الشباب رايحين والله لأنه مثلا أنه عندهم فد مآرب أخرى، مثلا قضايا لا أخلاقية، والله شنو على أساس شنو لقوا فد واحد من الزائرين؟ بالنتيجة هسا يعني قابل تتوقع كل الزائرين هم ملائكة؟ يعني هذا يعني هذه مسألة من الطبيعي جدا أن تجد بعض الناس المريضين، الناس اللي الغير ملتزمين ذاهبين للزيارة، لأننا نحن نتحدث عن أعداد هائلة. إحنا ما نتحدث عن خمس نفرات، 10 نفرات، 100 نفر، وأنت جايبهم ومنتقيهم وأنت موديهم للزيارة. نحن نتحدث عن أعداد هائلة. قد يكون في هؤلاء الناس مما لا شك فيها أن نجد بين هؤلاء الناس أناس غير ملتزمون، أو أناس مثلا غير صحيحين، أناس سلبيين، لعله ذاهبين لمآرب أخرى، عندهم مشاكل. نعم نتوقع هذا، أن نأتي ونسلط الأضواء على ظاهرة سلبية هنا وهناك ونترك مو أقول العشرات بل مئات بل آلاف الحالات الإيجابية التي هي منتشرة على طول الطريق. يعني ما معناه أن هناك أولا حالة أرعبت الآخرين وأعطت لهم رسائل على أن المجتمع العراقي هويته هوية دينية واضحة ولن يتخلى عنها سواء كانت سابقا وإلى الآن. من جانب آخر هم يحاولون أنه يغيرون هذه المنظومة القيمية، وإلا ما معنى أن تجد الآن ما يروج إلى بالإسلام الديمقراطي، الإسلام يعني الإسلام الأمريكي، ولا حينما يكتب الآن مثلا في مؤسسات عالمية تكتب الآن عن 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 إسلام بيسمى بالإسلام الديمقراطي المدني. شنو معنى إسلام ديمقراطي؟ يعني إسلام أمريكي. نعم، خلي هذه الجزئية في سؤال أخير لضيفي الكريم السيد علي نقر. أستاذ علي، يعني هل كانت الرسائل الاتصالية من قلب الزيارة الأربعينية كافية ووافية للرد على هذا الإعلام المضاد؟ أود أن أكمل ما كان يقوله الدكتور. نعم. وننتقل إلى سياق الإجابة على هذا السؤال. لربما أي شخص يريد الزيارة لأي مأرب من المآرب الدنيوية. نعم. أو لأي سبب من الأسباب، أن نحن لنقول أو نرفض حضور هذه الأشخاص. لربما خلال الزيارة يتغير، يرى ما ويتغير، لربما يحصل على بركات الإمام الحسين أثناء سيره ويتغير. هذا طريق العشق، هذا طريق محمد. المحمد لا يرفض أي زائر مهما كان. هذا طريقنا نحن العصاة، نخطئ يوميا، نأتي على هذا الدرب في سبيل أن العبرة مش بالذهاب. أحسنتم. وفيما يخص الرسالة الاتصالية، هل كانت وافية؟ الرسالة الاتصالية في أيام محرم وصفر، هل كانت وافية لترد على الإعلام المضاد؟ بهذا الموضوع يجب العمل أكثر فأكثر.
يعني الأعلام المضاد أعلام ممول نعم بطريقة أها جنونية، هو يعمل عن طريق إمكانيات مفتوحة. إحنا كمان لازم يكون الإعلام الحسيني الصحيح يجب أن يراعي هذا الموضوع ويعمل أكثر فأكثر بطريقة كمان يومية، نعم ويعتمد على زيادة الوعي حتى الشباب كمان نعم يساعدوا بهذا المجال لزيادة الأمر. أشكرك شكرا جزيلا سيد علي نقر، مدير عام مركز نهج الإعلام لصناعة المحتوى، حدثنا عبر سكايب من بيروت، والشكر كثير حضرتك سماحة الشيخ الدكتور حيدر التميمي الباحث الأكاديمي أثرية الحوار في الملفين، شكرا جزيلا لك مرة أخرى، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة، في أمان الله.